واللي بتستضيفها جمهورية مصر العربية، لقاء قوي جدا. العراق اللي قدامنا هم بيتصوروا مع بعض، لقاء هلا نشوفهم يبقوا بأجيال للمستقبل. فرقتين اهو، ادي فريق العراق مع بعضكم. اللقاء بدأت المباراة حالا على يمنا السنغال بالزي الأبيض، وعلى شمالنا بالزي الأخضر العراق. تمنيتنا نستمتع بهذه المباراة. وادي أول لمنتخب العراق من منتصف الملعب، وهوبا هوبا هوبا، ايه دي لقاوي من شاطة جميلة جدا. حالة خاصة، انما لما بتتكلم على المجموع لمرحلة، لا المرحلة كمجموع بيكون لسه ناقصها عناصر. في قادر ايوب صاحب هدفين لغاية دلوقتي في هذه البطولة، والركلة الحرة واقف عليها على طول عبد الرازق قاسم، رجله تقيلة، ودي الكرة رافعها وتقع من ايد الحارس عمور ويطلعها الدفاع. انما مرة تانية طلع الحارس، هو نزل على الارض هو وزميله، اعتقد ندابي الباك اليمين، ادي مختار حيرفع، وادي مرفوعة وتعدي، عدت من ليه سجاد محمد يسقط الكرة هناك، وادي رأسية رأسية الملعب محمد جوي، ادي النقلة السريعة، وادي اهو الدور ده مش اوف سايد، الدور ده مش اوف سايد، معمولة في اليمين، هيعملها ازاي يعملها ازاي، انما على طول ره الملعب اللاعب حمد، انما مقطوعة ترد مرة تانية، وادي محاولة انما على طول تخرج برة. لبنان قال لك انا مش ضيف كده، وادي انذار على طول للمدير الفني عماد رضا، المدير الفني لمنتخب العراق. ده منه دور الثمانية والدور قبل النهائي، والنهائي بيسعى لانه هدفه هو فاز بالبطولة قبل كده فيهمه. طبعا لو بقي الحال كما هو في الشوط الاول، الشوط الثاني هيحاول انه يشدد من الهجوم لانه محتاج للفوز. وتعود الكرة اذا كان بقى بينافس، جاي ينافس على البطولة. وادي على طول ركلة حرة في مكان مميز جدا، وفاول بيتعمل مع قلب، شوفها مرة تانية، ادي هي مقطوعة اهو، اتخدت رجليه في اللعبة اللي فاتت اهي، شنكلة مر على لبنان، اصبحت 1-1 هناك النتيجة. نشوف بقى اللعبة دي هيعمل فيها ايه، هل هيحطها بوش رجله الخارجي؟ الله يرحمه كابتن علي زوق كان يقول لك لعبها بصبع رجله الصغير، وهي التصويبة خدها بوش رجله، ترد له مرة تانية وجول جول جول، بقول لك رجله تقيلة من أول كورة حطها في الشوط الأول. سعيد جدا بالهدف اللي بيسجله على طول اللاعب عبد الرازق قاسم، ده أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من المباراة، ودي وده ثالث هدف له في هذه البطولة. بص شوف سدد الأولى رجعت له هوبا في المقص، ما يعملش حاجة عمور نضاي ليها، صدتها الحيطة مرة، المرة التانية شافها في جاكين، يلعب كورته لمختار ندابي، بيلعب للأمام لمامي فاي، إنما فاول بيتعامل مع مامي فاي وتطلع الكورة. والله ده اللي جاي هنا، هو مامي فاي، هو مامي فاي، إنما بيدخل معاه محمد قاسم. مختار يرفع كورته يطلع الدفاع، 70 اصوات الدكه ما لحقهاش، وادي الفرحه رايح. بص بقى الفرحه والكلام، والله ده امير محمد اللي ركنيه اولى للسنغال تتلعب سريعه قصيره، وادي مرفوعه عاليه اصحاب القامه تتلعب بالراس، انما على طول ما وجهش دماغه صح. بص الكره مره واتنين ومرفوعه حلوه قوي، انما هو لعب التاني فدخل بقى غلط، وادي على طول محاوله واعتقد فيها انذار، اعتقد فيها انذار، هياخد عباس مانع انذار. بنلعب في الدقيقه 35 من الشوط الاول، واصبحت النتيجه تقدم العراق على سكرية. عبد الرحمن ترد مره تانيه ناحيه الشمال منقوله للاعب برام، وانما بتاع وادي التصويبه، انما فوق الانذار، الانذار موجهه في المباراتين الماضيتين، انما الادوار القادمه قد تختلف الامور. ومع صفاره الكابتن ابراهيم
أرتيتا. دول أول تبديلين أجراهم المنتخب العراقي، وعلى بركة الله نب مالك داف ومعاه يوسف دابو فكروا في إيه جهاز الفني للفريق السنغالي اللي متأخر في هذه المباراة حتى الآن 1-0. تلكوا المباراة التانية اللي بيترقبوها جزر القمر مع لبنان، كانت لبنان من الدفاع جاي مختار انجيابي الباك اليمين عشان ينفذها، وادي على طول يطلع على طول الدفاع والتصويب، انما برافو برافو حسين رستم او اوزبكستان، هو فريق اوزبكستان هم اللي قاعدين لان عندهم مباراه الساعه 7 اعتقد، هم اللي وصلوا الملعب. وادي ايه هي منافسه، ما نقولش صراع، مهم قوي الالفاظ في الرياضه تتماشى مع النواحي التربوي. بص بص قفل المساحات تضييق المسافات، كانت ممكن من الولاد في السن ده في السنغال هتجدهم محترفين في الدول الناطقه بالفرنسيه. وانذار من نصيب محمد قاسم دياو، بنلعب معاكو في الدقيقة 17 من الشوط الثاني او الدقيقة 62 من بداية اللقاء، وواحد العراق بيبحث الفريق السنغالي على اقل تقدير على التعادل. وادي الكورة تتزاق ومرة تانية والعرضية والمقصية، انما برا 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 راجع بعد اللعبة اللي فاتت. ادي بتتكرر مرة تانية المقصية وكمل، وليها جماهيرها وفي اربع ملاعب حلوين قوي في القاهرة، يعني ما حاولوش ان هم يعني النهاردة بردك فوز العراق. هو لغاية دلوقتي الجدول حاطط لنا ان العراق متقدم بفارق مقطوعة، ترد للامام هجمة منظمة لفريق السنغال محتاج يلعب من الطرف، وفعلا بتتلعب كرة من الطرف انما قافلين المساحة وواقع على الارض لاعب من الفريق العراقي، وعلى طول اللاعبين بيخرجوا الكرة برا الملعب عشان يطمنوا على زميلهم، وعلى طول حكم المباراة كابتن ابراهيم بن لحم بدلا منه ذوالفقار العمير. قافلين الملعب ازاي، مصعبين المهمة على المنتخب السنغالي. وادي عليا جول، خطأ خطأ خطأ، هدف خطأ بيدخل في الوسط على طول سليمان فاي. سليمان فاي بقول لك هيأتي الهدف من خطأ، ومن وجهة نظري الشخصية كان اهو كان في تسلل يا جماعة ساعة الرفع. وقارن ما بين مراحل العمر ناشئين والدرجة الأولى، وادي على طول بدأ بقى ينتفض بدأ، وداخلين على نهاية الربع ساعة التانية. وادي على طول بص شوف بدأ يعمل ايه الفريق، ليه بدأ السنغال بقى خلاص بدأوا المباراة والتعادل 1-1 هنا في استاد بتروسبورت بين السنغال والعراق. كده بيضمن كده المنتخب السنغالي، والهدف التاني والهدف التاني الله بتتلعب، انما حكم المباراة بيقول واخدها بايده، هنشوفها مرة تانية. الباك الشمال زي ما قلت لكم، عايزين الكاميرا الاقرب تقول لنا ادي اهي اتلعبت العرضية. بعد ما لعبها بدماغه لمست ايده الشمال، لمست ايده الشمال، والتعديلات الجديدة في القانون واضحة وصريحة. وعسيه مع تاني المجموعة دي يا اما يتلاعب السنغال يتلاعب تونس، ده في حاله لو بقي الحال، او السعوديه. انما خلاص تحدد اول من احداث الشوط الثاني، وانذار وادي طرد بيبص المباراه القادمه والركله الحره. هنشوف يا ترى بقى المنتخب العراقي ليه كلام، الله يطلعها الحارس، الله الكوره باقتدار. بص شوف اتلعبت، وادي الرقصيه حلوه ومن تحت العبريه، ما تبص لهاش زي ما تبص للدرجه الاولى. ومره تانية وادي عاليه، وانما يطلع الدور ده الدفاع، وعلى طول وهو بيقع على الارض بياخد كورته سجاد محمد بيتضغط عليه، بتتاخد الكوره
وحلو قوي ناحيه الشمال ضاي، انما بيدخل على طول يقطع الكوره، خدها محمد جوي اللي بدا يدخل ناحيه اليمين بدل ضاي اللي اتطرد، وسلو باس جاب تاني من مجموعه دي، واللي هيحددوا اللقاء اللي هنشوفه الساعه 7 في استاد دفاع الجوي. كويس بتنظم في مصر، عندك بطوله في نفس التوقيت، ادي البطوله العربيه بتتلعب عندك هنا، هو في بطولات كن قبل السنغالي، وادي طولية بتتلعب سريعة، انما هنشوف هتتنفذ ازاي، وادي الترقيصة والعرضية، انما سلام عفان بيطلب الكرة تتحط له قدام، وادي اهي مرفوعة وعلى طول بأبدل 1-1، تدي افضلية للفريق السنغالي انه يصبح اول مجموعته. وادي انذار، انذار بيحصل عليه لاعب من المنتخب العراقي رقم 11 بلاند حسن، اهي امير فنجان، ادي بتتعاد اهي، واحد شد واحد من داره والتاني الله ما استخدم ايده مسك جسم اللاعب اللي قدامه لازم ياخد فيها انذار. وفي هذه اللحظه بيطلق الكابتن حكم المباراه ابراهيم بن لحلو الجزائري صفارة نهاية احداث المباراه معلنا عن